تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء الأربعاء وصباح الخميس من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 4 أطنان و762 كيلوغراما من مخدر الشيرة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات في عمليتين متواليتين. وأضاف المصدر نفسه أن عملية التفتيش المنجزة على هامش هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز معدات وآليات لوجستية تدخل في التهريب الدولي للمخدرات وتتمثل في 5 سيارات ودراجة نارية وقارب مطاطي ومحركين بحريين، بينما مكنت إجراءات البحث من توقيف شخص يبلغ من العمر 17 سنة يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي.